y aunque tú me has echado en el abandono. أخيرا لقيت حجز الخطوبة في الفندق يوم الخميس 4/5 علشان ترتاحي من زن يا ست. طب كويس. بقولك ايه يا سامح؟ تفتكر انت فيك المعايير اللي بتمناها؟ معايير؟ ايوه معايير، يعني لازم اتأكد اذا كانت موجودة فيك ولا لا. مش فاهم. يعني انت مثلا عارف اني بحب رقص التانجو، عمرك فكرت تيجي معايا دروس الرقص او حتى تشتري كتاب عن التانجو عشان تشاركني هواياتي؟ رقص ايه يا ام؟ انا راجل مهندس، ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ ايه ده؟ اول مره اكتشف فيك انك عصبي. انت بتقولي كلامي عصب وبيحرق الدم؟ رقص ايه بس؟ كان هيفرق قوي لو كنت تحاول تجرب مش بس تتعصب كده وخلاص. وهي دي بقى المعايير الرقص. ايه ده؟ انت بتترجع كده من امبارح؟ ليه يعني؟ وانا عبيط؟ ريحت الصبح نص ساعة. اخبار الفار ايه؟ انا مش فاهم ازاي في فران في مستشفى. ايه ده؟ يا حرام، الممرضة نسيت تحط اكل في المصيادة. معقول يا امل كده يا امل؟ يقول علينا ايه يعني دلوقتي؟ بخلة؟ ايه الكلام ده؟ طب يلا عشان هنفك الشاش عن وشك. تفتكر هيطلع دكر ولا نتاية؟ وشي؟ الفار؟ لا انا نتاية، انا حاسس انها نتاية. اوبا! لا ده بينه ذكر، ده بينه ذكر يا امل، ما تشوف لنا انتي ندخلها له جوه ونخلص بدل القلق ده. قولي يا بلبل، هي معايير الجواز بتختلف من الراجل للست؟ طبعا الراجل والست يا امل كائنين مختلفين تماما عن بعض. عارفه زي كده مثلا القرد والنسناسه. الست نسناسه؟ يعني وانا قلت على الراجل فراوله، ما انا قلت قرد برضه. طب ايه المعايير المناسبه بالنسبه للست؟ لا لا دي انا ما اقدرش افتيكي فيها، انا ممكن اقول لك ايه المعايير المناسبه بالنسبه للقرد، انما بالنسبه للست ممكن تسالي اي نسناسه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده انا بقيت جريندايزر خالص. انت مين؟ انا امل النسناسه. لا الدكتور. يا ده انت مش شبهها خالص. هي مين دي اللي انا مش شبهها؟ ما تخافش انت مش شبهك. يعني اصل ما تزعليش مني، يعني ده انا كنت متخيل صوره. يا ريتني ما فتحت. معلش استحمل. انا ايه اللي كبرني استحمل؟ طب ما ترجعي الشاش تاني زي ما كان. بس يعني لو هترجعي الشاش ممكن تسيبي عينيا من غير ما تغطيها. طب ممكن اسالك سؤال بمناسبة انك فتحت؟ استغلال كده من اولها. اسالي. ماشي يا عم. ايه اللي عجبك في ياسمين وايه اللي عجب ياسمين فيك؟ حاجات كتير، زي مثلا الشجاع. عارف بقى الوقت ده عشان اكتر رياضه بتدي ثقه في النفس. انا مش مصدق ان انا هبقى طاير في الهوا كده زي الدبانه. انت عارف ان انا ما بقدرش اعدي ويك اند غير لما انط من هنا. كنت ده مهوي شويه. هاي كوت. لا لا انا هطلع لوحدي، خليك. اوبا يا عم، قلت لك انا قلت لك برضه ايدك انت ما سمعتنيش، بقولها بصوت واطي. يلا بقول لك هوب هوب. انت انا مش هوب. انا بقول لك يلا نط يا عم. مش هوب شغل هوبا بتاعكوا ده، ده انتوا كلكوا هوبا. اوعى. انا مش بهزر. يلا نط. مش هوب عشان خاطر. مش هوب مش هوب. انا يلا بقول لك يلا. ايدك دي هوب. انت روح هوب. انت مش هوب. والنبي بقى مش عايز هوب. والنبي والنبي مش تحفة تحفة. ايه ده؟ ايه الاحساس ده يا ياسمين؟ مش مصدق كنت طاير في الهواء ونازل بسرعة جدا والبيوت صغيرة قوي، بس غمضت عيني في حتة كان نفسي اشوفها. ايه اللي قلعك كده؟ اتحريت وانا نازل فقلعت.
كل ويك اند، كل ويك اند تجيبيني معاكي. والنبي والنبي ها ماشي. اوعي تنسي والنبي. ماشي والنبي. ايه اللي في ايدك ده؟ ده الباراشوت. الله، طب والباراشوت بتاعك ليه مش كده؟ عشان الباراشوت بتاعك ما فتحش. اول مره في حياتي اشوف واحد ينط من الارتفاع ده والباراشوت بتاعه ما يفتحش. ايه ده فتحش؟ استنى صدقني يعني ما حسيتش خالص. سبحان الله، زي ما قلت لك والنبي 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 والنبي. حاضر حاضر. والنبي ايه بقى؟ النبي ما تيجي هنا ما تقوليش خالص. انت مجنونه. فين بقى الشجاعه في اللي انت عملته ده؟ لا انا كان قصدي شجاعتها هي، شجاعتي انا في ان انا قاومت كل الضغوط وما رضيتش انط. امال فين نضارتي؟ عارفه لو كان هيفرق مع ياسمين ان انا انط انا كنت نطير، بس انا عارف ان هي مش في دماغها. يعني انا ازاي مش ده؟ يا ريتني ما لبستها. انا علشان خاطر ياسمين عملت حاجات كتير جدا ما كنتش حابب ان انا اعملها. زي ايه؟ زي ايه؟ امال فين موبايلي صحيح؟ زي حاجات كتير، بس اللي يفتكر ده حاجات تملى جد. سجايري سجايري سجايري. كويس موبايلي مقفول. لف لنا سجارة بقى. قلت لك انا ماليش لا في اللف ولا الدوران. يا امل ما تعمليش فيها بلطو بقى، هو في حد ما بيعرفش يلف برضه؟ والله ما بعرف. خلاص وانا كمان بقى ما بعرفش اكمل. هتلاقي البفر على اليمين والفلاتر على الشمال. تك يا سلام، سمع الصوت وحلاوته. كمل وانا بلف. اوكي، بما انك مبتدئه بقى هاتي طبق وتعالي اقعدي جنبي وانا اقول لك ما كنتش حابب ايه في ياسمين. هاي 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 هيبس مو بزيك. صحابي جدا بلبل جدا. هما اصحابك دول ايه؟ مالهمش اسم برايفت نمبر ولا ايه؟ انت ايه؟ أنا لا بالعكس، مين قالك؟ أنا بحب اللمة جدا، فبتبقى فيها دردشة وناس كده، بنقعد نخش في مواضيع ونطلع مواضيع ونفتح في مواضيع ونتكلم كلنا في نفس واحد وما نبقاش سامعين بعض، فنضطر نعلي صوتنا فيجيلنا صداع. أنا شخصيا بحب الصداع خصوصا لو نصفي. مساء الخير يا فندم. مساء النور. تحب تاكلوا ايه يا فندم؟ أنا اتأخرت كده ليه؟ أنت إيه كنت بتعزي؟ ده أنا جعان جدا. شوف بقى هناكل إيه؟ هناكل سوشي وش. جرب لو سمحت، هات لنا 2 اوردر سوشي اعمل لنا سلكشن. استنى بس، خد يا عم، كنت عايز انت يا ستي. انا ماليش في السوشي ده. دقني السوشي هنا حماده، هيعجبك قوي. حماده مين؟ وانا هقدمه في المدرسه. قول ماليش فيه. ماشي، طالما انت اللي طلبتيه يبقى حماده. ايه ده يا بلبل؟ ايه تاكلك حساسيه من السوشي؟ حساسيه في السوشي فين؟ في وشك. ايه في وشي انا؟ لا يا شيخ. ايه ده؟ ياسمين ده؟ واحد تقولي حماده حماده او حماده لعب في وشي اهو. ها ها. بس عارف اجمل حاجه انك تجرب مع اللي بتحبه الحاجه اللي هو بيحبها. ايوه، مع ان السوشي ده جاب لي تسلخات. معلش بس كفايه انك حاولت عشان خاطرها، مش قلت لا وخلاص. طب بقول لك ايه؟ ما تجيبي نص رغيف، ها، حط لنا فيه شويه تبخ على فلترين ثلاثه كده، على ورقتين بفره، هاكل سندوتش سجاير. حسبي الله.